معانا سائلة كريمة بتقول عايزة أعرف هل لبس الشراب أثناء الصلاة فرض أم لا؟ مسألة ستر قدمي المرأة في الصلاة من المسائل اللي اختلف فيها فقهاء المذاهب الأربعة المتبعة. جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن قدمي المرأة عورة في الصلاة وفي غيرها، لذا عند الجمهور يجب ست القدمين في الصلاة سواء صلت المرأة في بيتها أم صلت خارج البيت. لكن ما بيشترطش يعني في مسألة الستر إنها لازم تلبس شرابات، يعني اللي هي الجوارب، يعني ممكن تبقى هي ترخي عن طريق يعني إرخاء الملابس بتاعتها زي الإسدال كده اللي بيلبسوه بيبقى طويل كده، أو إن ملابسها فيها سعة إنها تغطي القدمين يكفيها ذلك. بينما يرى الإمام أبو حنيفة وده مذهبه إن قدمي المرأة ليست بعورة لأنهما يظهران غالبا زي الوجه واليدين، يعني إن دي من الأمور التي تظهر، دي أطراف المرأة، الإيدين والقميص، الوجه كذلك من الأمور التي تظهر بطبيعة الحال. لذا تصح عند الأحناف الصلاة صلاة المرأة ولو لم تستر قدميها. طب انا اتبع مين؟ تبع من تريدين، يعني انا شخصيا اتبع رأي الاحناف، ولكن بنقول ايه، المسألة خلافية، والمسألة خلافية فيحكمها قواعد الخلاف. ايه قواعد الخلاف اللي من ضمنها؟ انه لما تكون مسألة فيها خلافية يعني فيها اجتهاد للفقهاء في نصوص، والفقهاء اشتغلوا على النصوص وكل واحد أدلى بدلوه، فبالتالي لا إنكار في مسائل الخلاف. طالما المسألة خلافية، لو أنا قلدت رأي الجمهور وغطيت قدمي في الصلاة محدش ينكر علي، أو أنا قلدت رأي الأحناف محدش وكشفت قدمي أثناء الصلاة محدش يقولي لا صلاتك باطلة، أقول له لا ما ينفعش تقول كده، لأن المسألة خلافية فيها اجتهاد للفقهاء. إيه اللي ننكره؟ الإنكار بيكون في المتفق على حرمته، لكن ده مش متفق على حرمته. للكلام أقوال في مسألة ستر المرأة لقدميها في الصلاة زي ما احنا شفنا. طيب برضو بتحكم المسائل الخلافية إن من وقع في شيء من المختلف فيه بسبب الابتلاء بفعل ذلك فليقلد من أجاز. يعني مثلا واحدة صلت غير هي في العادة بتستر قدميها، وبعدين صلت غير ساترة لقدميه وقلدت في ذلك، أو في الحالة دي مذهب السادة الأحناف نقول لها صلاتك باطلة؟ لا، صلاتها صحيحة ومقبولة إن شاء الله تعالى، بس إيه نبقى فاهمين منبت المسألة، لأنه من هنا بيحصل التعصب والتشدد إن واحد ينتصر لرأي ويفرضه. أنا بقول لاختياري، يعني ما بقول أنا مثلا أختار رأي الأحناف، لكن لا أملك أن أجبر الناس علي أو أجبر النساء والفتيات علي. إذا اخترت رأي الجمهور برضو لا أملك أن أجبر الفتيات والنساء علي. ليه؟ لأنها مسألة خلافية للعلماء فيها أقوال اجتهاد، ودول أهل علم مش ناس مش متعلمة وبتألف في أمر الدين، لا ده أهل اختصاص. ولما بيبقى فيه خلاف يعني فيه نقاش علمي، يعني في دليل أنا فهمت الدليل ده بالصورة دي، وآخر اجتمعت لديه أدلة بصورة معينة وهكذا، فبينشأ إن في رأي واثنين وثلاث. المسألة دي فيها رأيين، قول الجمهور وقول الأحناف، من شاءت أن تقلد رأي الجمهور فبها ونعمت، من شاءت أن تقلد وتأخذ برأي الأحناف برضو كما تشاء. إحنا بس بننصح، والله أنا قدرت أخرج من الخلاف كان بها، ما قدرتش فصلاتي صحيحة سواء سترت قدمي في الصلاة على قول الجمهور أو لم أسترها على قول الإمام أبي حنيفة، فالصلاة صحيحة. ونسأل دوما من الله سبحانه وتعالى دوام القبول.